تحية لكم مشاهدينا في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد الذي يأتيكم من قناة أنيل الأخبار. مشهد اليوم لن يبتعد كثيرا عن مصر وهو في الجارة غزة التي لليوم 12 على التوالي تهاجمها إسرائيل من البر والبحر والجو بوابل من الحمم والصواريخ والقذائف التي تسببت في مقتل حتى الآن أكثر من 300 شهيد فلسطيني، بالإضافة إلى آلاف الجرحى وآلاف المشردين الذين لجأوا إلى منظمة الأونروا لإنقاذهم من المصير الذي ينتظرهم على أيدي جلاديهم من الإسرائيليين. يأتي هذا وسط زخم دولي يحاول كبح جماح هذه الهجمة العدوانية الغاشمة على قطاع غزة، فهناك جهود إقليمية وجهود دولية لكبح جماح هذه الهجمة من قبل مصر، المبادرة المصرية التي حتى الآن لم تحظى بموافقة حماس عليها وبقية الفصائل المقاومة الفلسطينية. هناك جهود من السلطة الفلسطينية، هناك وزراء خارجية لكل من فرنسا وإيطاليا هنا في القاهرة للتباحث بشأن وقف هذه الهجمة الإسرائيلية. بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة سيصل اليوم إلى المنطقة في مستهل جولة يحاول من خلالها أيضا تحجيم هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة. أيضا سمعنا عن جولة سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال الساعات القادمة لبحث تداعيات هذه الأزمة على الصعيدين المحلي والإقليمي وأيضا على الصعيد الدولي. سيكون معنا للتحليل والمتابعة الدكتور موسى شحادة المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس الكونغرس العربي في أمريكا سابقا. أهلا بك دكتور موسى، وأرجو أن تكون معنا في متابعة هذا التقرير ثم نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة. تابعوا معنا مشاهدينا هذا التقرير. وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية مستعرة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 320 شهيدا وأكثر من 2600 مصاب. القوات الإسرائيلية تواصل هجومها البري على القطاع وسط تصريحات من قبل قوات الجيش الإسرائيلية حول استعدادهم وإرسال قوات إضافية إلى القطاع. ومع زيادة عدد الضحايا بين المدنيين، طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمات الدولية المختصة ومنظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق في استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا وفتاكة في عدوانه المتواصل على قطاع غزة. وردا على العدوان، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية مسؤوليتها عن تفجير دبابتين إسرائيليتين بواسطة عبوات ناسفة في بيت حانون شمال قطاع غزة. كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن وقوع اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على إثر قيام حماس بعملية إنزال خلف خطوط الجيش الإسرائيلية وسط القطاع. ومع تصاعد القتال تواصل مصر جهود احتواء الأزمة، وأكد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في القاهرة أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة لا تزال الوحيدة المطروحة. وتصور أن المبادرة المصرية ما زالت هي المبادرة المطروحة في الساحة التي حظت تأييد الجامعة العربية من خلال مجلس الوزراء العرب، التي حظت على تأييد من قبل المجتمع الدولي في إطار الإعلان الفردي من قبل عديد من الدول، وأيضا بالأمس حظت بتأييد آخر بتناول كافة الكلمات للخمسة عشر عضوا بمجلس الأمن في تأييد هذه المبادرة والدعوة لتفعيلها بقبول الطرف أي النزاع لوقف إطلاق النار الفوري وفقا لهذه المبادرة. هذه المبادرة لا زالت توفر
إلى الطرفين لوقف إطلاق النار لوقف سيل الدماء الفلسطينية. كان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور قد طالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يدين العدوان الإسرائيلي العسكري والدعوة إلى إنهائه فورا، وكذلك رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مهددا بإمكانية توجه فلسطين للهيئات القضائية الدولية التابعة للأمم المتحدة في إشارة للمحكمة الجنائية الدولية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بالدكتور موسى شحادة المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس الكونغرس العربي في أمريكا سابقا. أهلا بك دكتور موسى. وقبل أن نبدأ في الجهود الدولية لكبح جماح هذه الهجمة على غزة، ما تقييمك للموقف الميداني الحالي؟ إسرائيل في موقف حرج رغم أنها هي المهاجمة. بصراحة كما فوجئ الإسرائيليون فوجئت أنا كمان أنه كانت المقاومة على استعداد أو على توقعات هجوم بالمستقبل، فكانت أنا برأيي كانت جاهزة جدا، والحمد لله ما قامت به حتى هذه اللحظة بالروم من الضحايا والدم الذي سال أنها قامت بعمل جيد جدا، لدرجة أنه لأول مرة أشوف إسرائيل هي التي تطلب وقف إطلاق النار، وهنالك كان طبعا تردد من جهة المقاومة. فالتقييم أنا برأيي أنه الوضع لأول مرة بنقدر نقول أنه إسرائيل أوقفت ما تسمى بالإنجليزي إسرائيلي بيكنيكس، النزهات الإسرائيلية اللي تروح على جنوب لبنان ولا غزة وتضرب وترجع كله تمام، دي أعتقد لن تتكرر، لأنه أعتقد ما أمطرت المقاومة بالصواريخ معظم أنحاء إسرائيل ووصلت إلى أماكن ما كانش حد يتوقعها حتى الإسرائيليين نفسهم، وهذا أعتقد سيكون رادع للمستقبل أن تقوم هذه النزهات الإسرائيلية في المستقبل. تقييمك أيضا يعني فيما يبدو ما قلته من أن الصواريخ المقاومة قد أبعد في إسرائيل، هذا ما يشكك فيه أيضا فعالية القبة الحديدية التي قالت إسرائيل إنها ستصد كل الهجمات الصاروخية التي تأتيها سواء من الداخل أم من الخارج. التقرير اللي أنا طلع من وزارة الخارجية الإسرائيلية من ناحية القبة الحديدية أعتقد اعترفوا أنه توقف حوالي 10%، وحتى 10% ما كانتش مضبوطة، 10% من الصواريخ تقدرش توقفها لسبب بسيط. أقول لك هي أصلا تشتغل على أسلوب من الرادار، القبة الحديدية هي محل في رادار بيستلم إشارات إنه صاروخ جاي وبخرج صاروخ يضرب الصاروخ بالجو قبل ما ينزل على الأرض. لكن أنا أقول لك حاجة بسيطة بالعلم، إنه إذا بتلف الصاروخ بألومنيوم فويل، ألومنيوم الألومنيوم الرادار وبيعكسش تاني، فالمونيتر عندهم ما بيستلمش أي إشارات. يعني هناك وسيلة لمخادعة هذه القبة الحديدية. طبعا ما هي الطيارة اللي كانوا يسموها الشبح؟ الشبح هي مدهونة بالألمنيوم من الخارج. الألمنيوم بالذات الحرارة بيمتص كل أمواج الرادار فبتنعكسش تاني على أو الألمنيوم أم الرصاص؟ لا ألمنيوم، هذا الألمنيوم. ألمنيوم نعم. طيب عشان كده في الميكروويف ما تحطش ألمنيوم لأنه بتمتص وبتولع. نعم بالفعل. طيب دكتور موسى، هل الذي تشعر به المقاومة الفلسطينية الآن هو الذي جعلها ترفض المبادرة المصرية لوقف هذه الحرب، أم أن هناك أسباب أخرى من وجهة نظري؟ أنا برأيي أنه ما فيش شك أنه إسرائيل فشلت فشلا ذريع في تحقيق أهدافها التي أعلنت عنها قبل هذا الهجوم، وهي اقتلاع المقاومة، تخلص من سلاحها وحتى يعم ما يسمى الهدوء على جنوب وإسرائيل.
لم يحدث هذا، ولم تصل إلى أماكن وجود الصواريخ، ولم تصل إلى أي مكان. حتى إحنا اليوم نشوف أنه بيحاولوا يدخلوا من منطقتين بالشمال والجنوب، منطقة جباليا أو بيت حانون، ومن الجنوب القطاع، ولم يتعدوا عشرات الأمتار، خمسة كيلومترات على أقصى تقدير كما قال مراسل. ووقفوا محلهم مش قادرين يكملوا لأن المقاومة برأيي كانت عنيفة، حتى من دخلوا وقعوا في كمين لأن المقاومة حصرتهم في وسط القطاع، يعني هناك وحدات تواغلت ولكنها حوصرت. فلذلك في جميع المقاييس أنا برأيي حسب المقاييس الإسرائيلية والمقاييس الدولية ومقاييس المقاومة، أنا برأيي المقاومة قد انتصرت في الدفاع عن جدة بتقدير جيد جدا، ما فيش سؤال في الموضوع ده بالذات. طيب نعود إلى المبادرة المصرية. المبادرة المصرية يراها الغرب والولايات المتحدة توفي بالغرض، إسرائيل أيضا قبلتها. المقاومة، حركات المقاومة أو في مقدمتها حماس، رفضت تلك المبادرة وقالت إنها تحتاج مجموعة من الضمانات لتنفيذها. هل تعتقد أن هذا الوضع سيستمر أم أن في النهاية هذه الفصائل قد تقبل هذه المبادرة، خاصة كما قال وزير الخارجية المصري إنها المبادرة الوحيدة المطروحة حتى الآن؟ هو المبادرة الوحيدة، بس المقاومة وكثير من الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان إذا قبلنا ما يسمى كلاسيكيا الهدوء والوقف إطلاق النار، وما الذي يضمن أن إسرائيل مش هتقوم فيها تاني. بس إنساش كان في هنالك طبعا وقف إطلاق النار بتوقيع إسرائيل وحماس والرئاسة، رئاسة الجمهورية هنا زمان محمد مرسي، وماذا حدث؟ تكرر تاني والتالت. فالسؤال الذي يسأل الفلسطيني ولا سيما المقاومة، ما الذي يضمن أنهم مش هيعملوها تاني؟ أنا بقول بصراحة أنا رأيي أنه في كلا الحالتين، حتى لو وقعوا اتفاق وبضمانات والآخرة، إسرائيل حتى تخالف وعلى وقت ما هي عايزة ممكن تهجم تاني. طيب إذن إيه اللي وقف التفكير الإسرائيلي المتعصب العنيف؟ أنا برأيي هو المقاومة. فلذا مش غلط أنه نخلي المقاومة ما توافقش بسهولة. حتى إسرائيل تفكر مرة، المرة الجاية لما تهجم على غزة تفكر مرتين وثلاثة إنه مش هتكون نزهة، ومن ممكن المقاومة ما توافقش على إطلاق النار، وممكن يكون في كارثة كمان على الإسرائيليين. ولكن يعني كما تعلم أن الوقت يعني مزيدا من الدماء، مزيدا من الجرحى، مزيدا من اللاجئين والمشردين. هل يعني ستستطيع غزة الصمود طويلا أمام هذا العدوان الذي تحديدا يستهدف المدنيين من نساء وأطفال ومسنين؟ بالرغم من الادعاء الإسرائيلي إن هم من لا هم بس بيضربوا على ما يسمى أماكن المقاومة، طبعا هذه كذبة كبيرة لأنه معظم اللي كانوا شهداء كانوا من المدنيين وأطفال ونساء، كانوا يضربوا على البيوت اللي فيها ناس وساكنين والآخرين. فده كلام ما يمشيش أنا برأيي، ومش مقبول من إسرائيل. لكن أنا اللي بقوله أن إسرائيل ستضرب بأول فرصة بكل الاتفاقات التي وقعتها. فلذا على إسرائيل أن تفهم، وبالرغم مما قلته هذا يدمينا جميعا أنه حيكون دم أكثر والآخري، لكن الدم الأكثر هذا إذا أجلته حيجي في الفترة الجاي وحيجي ممكن يكون أكثر كمان. خصوصا إسرائيل بجوز تعلمت شوي من الهجوم الأخير ده أنه المرة الجاي حتعمل خطط تانية. أنا رأيي على المقاومة أن لا تستسلم بسهولة، حتى تعلم إسرائيل أنه رحلات النزهة اللي تكلمنا عنها مش هتكون سارية المفعول. هو في كل الحالتين سواء قبلوا أو ما قبلوش، أو حتى قبلوا بشروط، أنا برأيي إسرائيل ستخالف إذا أرادت. طيب
إذا سلمنا بأن العلاقات المصرية مع حركة حماس توترت خلال العام الماضي وما زالت متوترة حتى الآن، وقد تكون يعزي البعض رفض الحركة المبادرة المصرية لهذا النوع من التوتر في العلاقات بين الجانبين، هل تعتقد دخول طرفين مثل قطر وتركيا قد يحدث نوع من الموازنة بحيث تقبل فصائل المقاومة تلك المبادرة ولو بتعديل بسيط؟ أولا خليني أقول لك أنه أنا شخصيا مندهش إلى حد ما من دخول حماس حتى في المعركة، لأن حماس لها أهداف كبيرة، أهداف اللي هي تتمشى مع الإخوان المسلمين اللي هي قيام ما يسمى الخلافة، فلذلك ما كانش همهم من زمان هو تحرير فلسطين ولا غزة، بالعكس هم حتى لما وقعوا الاتفاقية بالزمان مع الرئيس مرسي كان هدفهم هو انه نحن دلوقتي ما نقدرش على اسرائيل، فاذا نعمل خلافة اولا وبعدين نتخلص من اسرائيل، يعني بتكلموا عن مشروع 500 سنة من دلوقتي. فلذلك لما خسرت سمعتها جدا في خصوصا تدخلها في مصر وحتى في بين الفلسطينيين، يعني حماس ربحت الانتخابات من زمان على اساس المقاومه والمقاومه، ما شفناش مقاومه بصراحه، يعني قعدنا 10 سنين ما كناش نسمع من المقاومه، لكن لما اندثرت تقريبا حماس وخسرت الخساره الرهيبه دي اللي حدث معها مع خساره الاخوان، فهي دلوقتي دي فرصتها الذهبيه انها تطلع الى الاضواء عن طريق اشتراك ما يسمى في المقاومه. وهذا بيعطيها فرصه انها كمان تقرر، مش بس تقرر مصير جديد، كمان تقرر ماذا سيحدث للوحدة اللي تمت مؤخرا بينها وبين السلطة الفلسطينية. نعم، والتي عزى البعض هذا العدوان الإسرائيلي سواء على رام الله أو على غزة لضرب تلك الوحدة التي كانت تلوح في الأفق بين الضفة وغزة عموما. وقد انضم إلينا الآن السيد راجي السوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. سيد راجي، تقييمك للأوضاع الإنسانية الآن في غزة مع هذا العدوان الكبير البري والبحري والجوي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة؟ سيد راجي هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد راجي سوراني، ونعود إلى الدكتور موسى شحادة. يعني الآن رغم العنف الشديد، عاوز بس أعلق على موضوع إسرائيل عاوزة تضرب الوحدة. ما تنساش إسرائيل رفضت تقريبا التفاوض مع سيد محمود عباس على أساس بالادعاء أنه محمود عباس يمثل نص الفلسطينيين، أنا بتكلم عن الحكومة الثانية اللي هي حكومة حماس، فلن نتفاوض مع نص حكومة، لكن لما صارت الوحدة دلوقتي بيقولوا إيه؟ لن نتفاوض مع حكومة نصها إرهابيين. هم في كل الحالتين مش عاوزين يتفاوضوا. يعني أنت تعتقد أن أو توافق الأراء التي تقول أن إسرائيل لم يكن لديها رغبة في أن تتوحد الأطراف الفلسطينية معا تحت راية موحدة قد تكون خطرة على مستقبلها إذا اجتمعت الضفة مع غزة على رأي واحد، فهذه هي فلسطين أمام إسرائيل. إسرائيل لن تعبأ برأيي بالقرارات السياسية، لأنها هي ضربت بعرض الحائط معظم القرارات التي خرجت متحدة بجميع القرارات التي تتعلق بالفلسطينيين وحق العودة واللاجئين والآخرين، ضربت بعرض الحائط واقترفت من جرائم حرب ما لا يعد ولا يحصى. فلذلك ما اعتقدش يهمها ذلك، هي بتدور على مبرر برايي ان لا تتفاوض، لان التفاوض معناه وان وي ستريت، انه هي بحاجه انها تتنازل حتى تتطابق مع الشروط الدوليه او الامم المتحده اللي هي الرجوع الى حدود 67. نعم، وقيام الدولة الفلسطينية بعاصمة القدس الشريف. الآن ماذا نرى في فلسطين؟ إذا بصينا على الخريطة
ماذا هنالك؟ نرى في فلسطين جيوب فلسطينية منقطعة عن بعض، ولكن يوصلها طرق يتحكم فيها ما يسمى الإسرائيليين. فلذلك ليس هناك دولة. ومش بس كده، إذا بتبص على كمان على الأراضي التي سرقتها إسرائيل وصادرتها وبنت عليها مستوطنات، لم يبقى برأيي أرض كافية لقيام ما يسمى الدولة الفلسطينية، ولا سيما إذا معظم الفلسطينيين بالخارج يتوقعون إلى حق العودة. حتعطهم فين؟ هيجوا فين؟ هيقعدوا فين؟ فلذا أنا برأيي موضوع الدولتين وده اللي بقترحه أنا يجب أن ينسى. يجب أن نطالب من الآن فصاعدا ما كانت تطالب به وزارة التحرير من زمان، هو قيام دولة ديمقراطية علمانية بين النهر والبحر للجميع على غرار الدول الديمقراطية في العالم. فالآن أي يهودي حسب قانون إسرائيل الذي قانون خاص لليهود، أي يهودي من أي محل في العالم بيقدر يركب الطيارة ويروح على إسرائيل بظرف 24 ساعة يعطى الجنسية. إذا كنت فلسطيني مسلم أو مسيحي ليس لك ذلك الحق. فهنا في نوع من العنصرية التي تمنع ما يسمى الفلسطيني أن يعيش بسلام. وأصلا ما هو سبب برأيي أحد أسباب الشجاعة اللي أبدأها المقاومون في غزة؟ اليوم أنت بتطالب من تطالب الفلسطينيين بما يلي: أنا عاوز أحكم فيك، عايز أصادر الأراضي، وعاوز أبني مستوطنات، وعاوز أطردك من الأرض دي وتروح زي أنت تروح بستين داية، وأنت عليك أن تضرب سلام. وإذا قاومت فمعنى حضربك. ما ده اللي بيخلي الواحد عند هذه النقطة تحديدا، وعفوا المقاطعة، يعني فيما يبدو ما فشل فيه الميدان قد حققته إسرائيل على المستوى السياسي. الآن نرى الفجوة تعود مرة أخرى بين الضفة وغزة عن طريق تصريحات أبو مازن الموالية للتهدئة والمبادرة المصرية، والتي رفضتها بل نبذتها فصائل المقاومة وفي مقدمتها حماس. وخرج مشير المصري المتحدث باسم الحركة على إحدى الفضائيات يقول إنه يريدون أن نوقع على اتفاقية يبدو أنه لم يقارن بينها وبين اتفاقية 2012 حين قارن محمود عباس بين الاتفاقيتين، حين يعني انتقد حماس وقال إنه لماذا لا توقع على تلك الاتفاقية وهي مشابهة تماما لاتفاقية 2012. المعيار اللي استعمله السيد محمود عباس برأيي كان شوي خاطئ، لأنه يقول طيب كم واحد هو من هناك صوت كانت تعتبرها ما يسمى الصواريخ العبثية، والكم واحد مات من الإسرائيلية مش كفاية. فإذا هنا لا يفهموا إنه المعايير تختلف. المعيار الأساسي إنك أنت لما تعرف إنه 3.5 مليون إسرائيلي بيناموا بالمخابئ تحت الأرض، الحركة إسرائيل في شلل تام، طيران أوقف في بعض المطارات وإلى آخره، في عندك هذه تسمى بالنسبة لإسرائيل كارثة اقتصادية تساوي مليارات. وأنا أؤكد لك إنه إذا بتدرس الاقتصاد الإسرائيلي مش هيقدروا هم يكملوا بالطريقة دي بالخسارات الرهيبة التي دي كل يوم تقوم بسبب الشلل بسبب صواريخ المقاومة. الصواريخ مش بها كم واحد، الصواريخ هي ما هي الإمكانيات التي تحدث بسبب الصواريخ. الصواريخ سببت شلل إسرائيلي لا يقدروا أن يتحملوه إلى أمد بعيد. عشان كده راح بتلاحظ ان حتى مستر اوباما بتصل كم مره، كان يتصل في نتنياهو مشان يقول له انا مستعد اتدخل مشان جون كيري سيكون في المنطقه خلال ساعه، جون كيري هيجي بنفس الكلام. نعود الى تصريحات ابو مازن، يعني انت ترى انه اخطا هذه المرة أيضا حين تحدث أن حماس يجب أن توافق على المبادرة على شكلها الحالي، أم أن موقفه متغير عن ذلك؟ لا، أنا برأيي كان يجب أن يعتبر السيد أبو مازن ولديه خبرة طويلة مع التعامل مع إسرائيل أن إسرائيل هي الاتفاقات وعاوزة تضرب حتضرب، ومش هيهمها أي اتفاقيات إذا هي بتضرب بكل القوانين الدولية بعرض الحائط. نعم. فلذلك مش هيهمها.
فأنا كل لو كنت محل أبو مازن أيوة تقدر تفرض على إسرائيل إنه الشروط اللي تضمن حق المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة لكي يحمى بالمستقبل، حتى أن إسرائيل تفكر مرتين أو ثلاث قبل أن تفكر في الهجوم على غزة مرة ثانية. ولو كنت أنا محل إسرائيل أو حتى محل أبو مازن، إيه الفرق؟ لأنه في كل الحالتين لو حطيت جميع الضمانات، إذا إسرائيل حتخلفها حتخلفها، وإسرائيل اشتهرت أنها تخالف جميع القرارات الدولية. طيب موقف أبو مازن، نعود لتقييمه، هل يمكن أن يفضي إلى عودة الفجوة ثانية بين طرفين عولنا كثيرا على تقاربهما خلال الفترة الأخيرة؟ هل نجحت إسرائيل في ذلك؟ حتى أرد على سؤالك يجب أن ندرس شوية خلفية عن الطرفين. أنا برأيي الوحدة اللي تمت مؤخرا نبتت عن عجز الطرفين. فيش الفشل الذريع في كل المفاوضات، بالعكس المفاوضات أدت إلى الرجوع، مش إلى سكوير وان زي ما يسموه زيرو، بلو زيرو، لأنه عم نفقد أراضي كل ما بيصير مفاوضات. أنا بتذكر في أنابوليس لما رجع أولمرت كان رئيس إسرائيل بعدما وقع على تجميد المستوطنات أمام الأمريكان ومع الفلسطينيين والآخري، بأقل من أسبوع من وصوله أعلن عن بناء 1500 وحدة سكنية. فلذلك أبو مازن فشل في المفاوضات، وليس الحق نقدرش نقول أبو مازن هو السبب. السبب الرئيسي هو التعنت الإسرائيلي طبعا، لأنها لا تريد أن تنفذ ما يسمى القرارات والقانونية الدولية. حماس في نفس الوقت بما حدث بالإخوان مع مصر خسرت كثيرا أيضا، لدرجة أنها اندثرت وما حدش يسمع عنها. فهي الفرصة الوحيدة بالنسبة لهم أنه يطلعوا إلى القانونية هي عن طريق ما يسمى الوحدة. لكن هل الوحدة دي ستتم بنجاح أو ستنفذ بنجاح؟ أنا أشك في ذلك لسبب بسيط. يجب أن يسبق الوحدة بين طرفين وحدة الاستراتيجية والهدف. نعم. الاثنين يختلفون في الاستراتيجية وبالهدف. حماس قد يكون الهدف موحدا وهو عودة الأراضي الفلسطينية إلى أصحابها، ولكن الاستراتيجية مختلفة. لا والهدف كمان، لأنه الهدف حماس لا تؤمن كما هي. الدستور تاع حماس هو دستور الإخوان المسلمين بالتمام، عشان كده كانت تسمى ما يسمى الجناح العسكري للإخوان. لا تؤمن بال تؤمن بالوطن. أيوة. لا تؤمن بالوطن بالحدود اللي نتكلم فيها، بالرغم أنهم يتشدقون بالكلام عنها، لا يؤمنون بذلك، يؤمنون ما يسمى بقيام ما يسمى الخلافة. ولذا لا يمكن أن ينجحوا بهذا المضمار برأيي. وهنا لما تتحد مع أبو عباس مصر عباس، هي أخذت ما يسمى الضوء الأخضر لخلق قانونية جديدة لحماس، مجيئها إلى مصر، التعاون مع الدول على أساس أن هي جزء من الدولة الفلسطينية. بس السؤال اللي أنا أسأله للجميع، هل تعتقد أنه حماس هتقبل أنه الأمن المركزي بتاع السلطة هيتولى الحدود ويحمي شمال القطاع، قطاع غزة، من جنوب إسرائيل؟ هل حتمنع الناس من المقاومة فيما بعد؟ أنا أعتقد إذا كانت أخذت السلطة هناك حتحاول أن تمنع، وإذا منعت معناها أنت برأيي انتهت المقاومة. يجب أن تكون المقاومة الأمل الموجود علينا عندنا، لأنه الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبه برأيي السيد محمود عباس أنك تتفاوض بدون خيارات أخرى. إذا بنذكر من زمان لما تفاوضت أمريكا مع الفيت كونغز، لما تفاوضت كانوا شغالين على مستوى والضرب شغال، فلما اجتمعوا في باريس أثناء الاجتماع كان الفيت كونغز يضربوا هانوي. معناها ايه؟ انت تقصد الفيتناميين، المقاومة الفيتناميين. بس الفيتناميين من فيتنام. فلذا اضطرت امريكا بتقول لك كان هناك واقع على الارض فرضه هؤلاء الجنود الفيتناميين، فلذا قالوا لازم ان نصلح. يجب ان نوصل بيس، وهذا شجع امريكا لتوقيع السلام مع فيتنام. طيب ابقى معي دكتور موسى، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقة. كنوا
المشاهدين، ونعيد الترحيب بالدكتور موسى شحادة، المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس الكونغرس العربي في أمريكا سابقا. دكتور موسى، نعود إلى الجهود الدولية لكبح جماح هذه الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة، وقبل أن نتطرق إلى الدور القطري التركي، نتوجه إلى الولايات المتحدة. آخر تصريحات للرئيس أوباما انحاز فيها إلى إسرائيل صراحة، وقال إن إسرائيل يجب أن يكون لها الحق في الدفاع عن نفسها، في وقت نسمع فيه عن زيارة خلال ساعات لوزير خارجية الأمريكي جون كيري. بصراحة إحنا ناس مش عاوزين نتعلم من الماضي. لا أذكر يوم إنه أمريكا قامت بعمل بالنسبة لموضوع قضية الشرق الأوسط الأولى اللي هي قضية فلسطين وإسرائيل بعمل إيجابي. بالعكس، ليس لهم أنا برأيي ما يسمى حرية الخيار وحرية القرارات لما الموضوع يتعلق ما يسمى السلام بالشرق الأوسط. مستر أوباما ولا مستر كاري ولا آخره لا يمثلون أحد سوى أفكار إسرائيل. اللي بقول لك مستر أوباما بقول حق الدفاع، حق دفاع إيه؟ الظاهر هو لما بشوف المناظر دي على التلفزيون، هل يعلم مستر أوباما فليعلم أن ما يراه على التلفزيون طائرات إسرائيلية تضرب بالقنابل بلد عربي، أم هي ما رآه هي طائرات فلسطينية تضرب تل أبيب؟ ويعلم ذلك. ما يصحش انه هو ينقاض وراء ما يسمى افضل الدفاع هو الهجوم. هذا ده كلام. انت تعرف يعني الولايات المتحدة والايباك هناك هو المتحكم في القرار الامريكي، لذلك عليهم ان، وحتى مستر كاري، انا نفسي اسمع انه مستر كاري جاء بفكر مستقل عن الايباك الصهيوني في أمريكا حتى يدعم ما يسمى السلام. ألا يعلمون ماذا تفعل إسرائيل؟ ألا يعلمون أن المستوطنات تبنى على قدم الوساق ولم يبقى ما يسمى قيام الدولة الفلسطينية؟ إنهم لا يتكلمون الآن عن الدولة الفلسطينية لأنه لم تبقى هنالك أراضي لقيام دولة مستقلة ديمقراطية جنبا إلى الجنب مع إسرائيل وتعيش بسرعة. طيب ابقى معي دكتور موسى، وقد انضم إلينا الدكتور شوقي العيسى وزير التضامن الاجتماعي في رام الله. أهلا بك دكتور شوقي. تحياتي. دكتور شوقي، تقييمك للوضع الحالي في غزة؟ وضع خطير جدا ويزداد خطورة كل دقيقة، والشهداء يتساقطون كل دقيقة. وأعتقد أن الموقف الدولي وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها السابقة على مواصلة ارتكاب الجرائم الحالية، ونقطة الدفاع عن النفس لم تعد تنطلي على أحد، يعني يحاولوا أن يروجوها. فقتل الأطفال في المناطق المفتوحة على الشواطئ لا يمكن تبريره، وكل العدوان هذا لا يمكن تبريره باستهداف المدنيين وتدمير بيوت المدنيين. الوضع يزداد خطورة على مدار الساعة، ونحن يعني نتمنى في حكومة التوافق، وأنا كمدير لغرفة العمليات المركزية للطوارئ للتضامن مع غزة وإغاثتها، نتمنى أن يتوقف إطلاق النار بشكل عاجل، وأن يكون هناك جهود تصب في هذا المجال، لأن شلال الدم هذا يجب أن يتوقف. وبالمقابل إسرائيل يجب أن تحاسب. أستاذ شوقي، يعني الرئيس محمود عباس ألقى باللوم مؤخرا على حماس في استمرار هذه الحرب نتيجة لعدم قبولها بالمبادرة المصرية، هل يلقى رأي أبو مازن دعما شعبيا في رام الله؟ هل يلقون باللوم فعلا على حماس في استمرار هذه الحرب واستمرار هذا النزيف الدموي هناك؟ يعني في تصوري الآن ليس وقت توزيع المسؤوليات واللوم. نحن الآن يجب أن نعمل لحظة بلحظة لوقف إطلاق النار، لوقف شلال الدم. يجب على الجميع أن يعمل في هذا الاتجاه بعيدا عن أي فئوية أو حزبية. نطالب الجميع بسرعة الوصول إلى وقف إطلاق النار، هذا هو الموقف الشعبي
وموقف الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة. يعني الكل يريد أن يوقف شلال الدم، وطبعا حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة لا خلاف عليها، يعني الجميع اتفق على أن الحياة في قطاع غزة منذ سنوات هي يعني صعبة جدا، والجميع يعاني ويجب الوصول إلى حل. ومع تشكيل حكومة التوافق مؤخرا بعد المصالحة الفلسطينية طبعا إسرائيل عرقلت عملها بشكل كبير. طيب عفوا أستاذ شوقي، يعني ضيفي الدكتور محمود موسى شحادة المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس الكونغرس الفلسطيني في أمريكا سابقا، يعني يريد أن يوجه لك سؤالا. السؤال سعادتك أنه لاحظنا أن هنالك نمط بالتصرف الإسرائيلي بالنسبة لغزة وحتى جنوب لبنان من قبل، وهي أنه بتضرب بتأخذ هدوء وبعدين تضرب تاني والتالت ورابع. النمط ده ألا تعتقد أنه آن الأوان لكسره؟ لأنه مش على كل مرة اختطف 3000 في المستوطنين وأشعلت حرب بسببها وقت ما هي عايزة. هي وقعت تنساش الاتفاق مع باتفاق الهدنة السابق بتوقيع الرئيس السابق محمد مرسي وحماس وإسرائيل. مع ذلك إسرائيل اشتهرت، وأنت تعلم ذلك، اشتهرت بخرق الاتفاقات وضرب الاتفاقيات والقوانين بعرض الحائط. ألا تعتقد أنه آن الأوان أنه برضو تتعلم درس، أنها تعرف أنه ما فيش فايدة حتى أنها تعامل غزة زي ما بتعامل دلوقتي جنوب لبنان؟ قل ما تسمع عن إسرائيل تهاجم جنوب لبنان أنهم فعلا بفعل الخوف وليس بسبب احترامهم للقانون الدولي. يعني سيادتك، لذلك أنا قلت بداية أنه عدم محاسبة إسرائيل على الجرائم السابقة يعتبر بشكل أو بآخر تشجيع لها على مواصلة ارتكاب الجرائم. لذلك جاء الوقت وآن الأوان أن نعمل، خاصة بعد أن حصلنا على الاعتراف بدولة فلسطين وأصبح لدينا خيارات كثيرة دولية، أن نعمل على التأكد من قيام المجتمع الدولي من خلال الآليات المتاحة بمحاسبة إسرائيل على كل جرائمها لتفادي الجرائم المستقبلية. ومن ضمن ذلك كان هناك تقرير جولدستون الذي مع الأسف لم يعمل به، والذي فيه كان آليات طور عليها السيد مطور الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باقتراح تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة إذا لم يكن هناك إمكانية للمحاكم القائمة بسبب فيتو مجلس الأمن وإمكانية الوقفها. وأعتقد أن هذا لم يعد قابل للتأجيل. طيب هل اسمعني، هل تكونت، هل قامت السلطة بتكوين لجنة لملاحقة إسرائيل قانونيا وقضائيا في جنيف والمحافل الدولية الأخرى بجد واجتهاد؟ لأنه تذكر سعادتك لما ستيفي ليفني سمعت أنه بأقل من ساعتين كان بالإمكان القبض عليها في لندن، وهربوها بأقل من ساعتين. أنا برأيي ده حاجة جميلة إذا كان نحن برضو قمنا بجماعة القانون عندنا لجنة قانونية لملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيلي ومجرمي الحرب، ونكون جديين في الموضوع، مش نروح ننسى الجاسكون ريبورت وننسى دي وننسى دي ونخلي الموضوع على ما يسمى بالمفاوضة. الرد في عجالة أستاذ شوقي، تفضل. طيب احنا تشكلت لجنة وزارية قبل أكثر من أسبوع، وهذه اللجنة شكلت لجنة خبراء قانونية لدراسة الدفعة الجديدة من الاتفاقيات الدولية التي ستوقع عليها فلسطين، بما في ذلك المحاكم الدولية. وأيضا هذه اللجنة الخبراء ترفع توصيات للجنة الوزارية للبدء بتحضير ملفات وبالتعاون مع مؤسسات دولية لاستخدام ما يسمى اليونيفرسال جوريسديكشن في بعض الدول، رغم التضييقات التي بدأت بعض الدول الأوروبية تغير على قوانينها للحد من ذلك، إلا أن العمل جاري على هذه اللجنة. نعم عيسى، إنما أرجو منهم برضه يكون هنالك ما يسمى لجنة إدارية تلاحق
اللجنة القضائية حتى نعم تتأكد نعم أنها تقوم بعملها. نعم، نشكر الأستاذ شوقي العيسى وزير التضامن الاجتماعي في سلطة رام الله، وقد تداركنا الوقت، لا يسعنا غير شكر الدكتور موسى شحادة المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس الكونغرس العربي في أمريكا سابقا. شكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد، فريق عمل جديد، موضوعات جديدة، كونوا دائما مع قناة نيوز 24.